الفيديو ده هيخليك تحمد ربنا على اللي انت فيه مهما كانت حالتك، هيخليك تحس بقناعة ما حسيتش بيها قبل كده. إسراء، بنت مصابة بمتلازمة إهلرز دانلوس. في انستجرام كانت عاملة فقرة أسئلة وأجوبة وناس كانت بتسألها عادي. طبعا إسراء مصابة بشلل في المعدة وبتتغذى على الأنبوب ده وهتفضل طول حياتها من غير أكل. فأول سؤال كان: لما بتشتهي الأكل اللي بناكله بتعمل إيه؟ إسراء قالت: باجي عند الأكل بشم ريحته واستمتع بيها، أو بمضغه وارجعه تاني، بس مش بعمل كده علشان بيفتح لي شهيتي باقي اليوم. تاني سؤال: هو أنت بتقدري تستحمي بالأنبوب؟ إسراء قالت: بستحمى بس بقعد يومين أستريح من شدة التعب. تالت سؤال: بتنام إزاي بالأنبوب؟ قالت: بحاول أنام من غير ما أضغط عليها علشان بتوجعني جدا جدا. رابع سؤال: إيه سبب الطفح الجلدي ده؟ قالت: بسبب متلازمة نشاط الخلايا الصارية، ساعات بيحصل لي حروق داخلية من الدرجة الثالثة بسبب الحرارة المحتبسة في جسمي. خامس سؤال: الأنبوب ما بيوجعكيش؟ قالت: بيوجعني في كل وقت بس أنا خلاص اتعودت على الألم. سادس سؤال: بتشربي مية؟ قالت: ما بشربش مية أبدا لأني باخد كل احتياجاتي من الأنبوب، وساعات لو حسيت بجفاف بشرب بس برجعها تاني. سابع سؤال: بيحصل لي خلع في المفاصل، يعني ايه وبتحسي بايه؟ قالت: بيحصل لي من 30 ل 40 مره في اليوم، وهو يعني ان مفاصلك تتحرك من مكانها والمفروض تروح لدكتور ركب لك جبيره لحد ما الالم يروح، بس انا اتعودت بحاول ارجعها مكانها. تامن سؤال: بتفكري في الخلفه؟ قالت: لا، لان ده فيه خطوره عليا وعلى اطفال، بس وجود الاطفال اللي محتاجين حد يتبناهم اداني امل. تاسع سؤال: الانبوب تركيبه سهل وبتغير؟ قالت: صعب لو من غير بنج، انما لو ببنج اليومين اللي بعده بيبقوا صعبين جدا عليا وبيتغير كل 6 شهور. عاشر سؤال: مرضك بيعني لك ايه ومبتزهقيش من الالم؟ قالت: طريقه اختارها ربنا ليا لاتميز، بتعب وبزهق ونفسي اعيش حياتي من غير الم، بس بقول دايما ان بعد العسر يسر. قال 11: ما فكرتيش تنتحري؟ قالت: عمري ما فكرت انتحر الحمد لله، وعمر الانتحار ما كان حل، وجودك في الحياة دي خير ليك ولو لم تعرف ذلك. احمد ربك انت في نعمة كبيرة جدا، بتاكل من غير ما تتعب، بتشرب من غير ما تتعب، بتمشي من غير ما تتعب، احمد ربنا على كل حاجة. إسراء انسانة جميلة جدا جدا، كتير بيجي لها اسئلة صعبة وبترد بكل احترام وطيبة وتفهم الناس. انا عن نفسي بدعي لها من كل قلبي ان ربنا يشفيها ويجعل ألمها في ميزان حسناتها، وبتمنى ارجوكم تدعو لها دعوة 40 غريب مستجابة. أرجوكم ادعوا